في قلب بغداد القديمة تقع سوق الغزل محاطة بمواقع وأبنية دينية تاريخية تعود لعشرات وربما لمئات السنين. سميت سوق الغزل نسبة لاتخاذها من قبل تجار النسيج والغزل إبان العهد العثماني مكانا لتسويق بضائعهم، وبقيت السوق على هذه الحال عقودا طويلة من الزمن حتى تحولت قبل نحو 50 عاما إلى سوق لبيع الطيور والحيوانات البرية والداجنة بمختلف أنواعها. سوق الغزل كبير، وعالم تجي به محافظات، ديوانية، البصرة، الإعمار، العالم تسترزق به، أشكال ورناق يجون به، طيور، غزلان، شنو اللي تريده موجود به. تفتح محلات سوق الغزل أبوابها صباحاً على امتداد أيام الأسبوع، لكن نشاطها التجاري يصل ذروته أيام الجمعة، حيث يأتي السوق آلاف المربين وهواة الطيور لتداول وبيع أنواعها المختلفة، ويستفيد اليوم من السوق كثير من زبائنه البغداديين أو القادمين من محافظات العراق الأخرى. عندك كافة الدول العربية تتواجد بسوق الغزل، خاصة يوم الجمعة، هم يزورون جامع الخلفاء لأنه معروف وتراثي، وهم يسوقون من سوق الغزل. ويفترض بالجهات الحكومية المسؤولة أن تعمل على إنعاش هذه السوق التي باتت معلماً من معالم بغداد من خلال تنظيمها ورعاية محلاتها التجارية، لكن أياً من ذلك لم يحدث حتى اليوم. سوى كتطور مثل باقي الدول ماكو تطور، يعني على قد وضعياتنا، يعني احنا بدينا نطور نفسنا. والله مطالبنا شوي يساعدوا ريال، يعني بالتعزيلة بالتفتيحة لازم يطورون السوق، يعني يسوون شنابر منظمة شمسية. وتبقى سوق الغزل في بغداد احدى معالم العراق التي هبت ريح التغيير عليها كثيرا، وطالها الفساد والتقصير الحكومي لسنوات ما أخر كثيراً في مسيرة ازدهارها.